من الاكتشافات الهامة جداً التي غيرت حياة البشرية قلم الحبر. كان للقلم أهمية كبيرة عند المسلمين طبعاً لأنه رمزاً للمعرفة، فعرف قبل القلم الحبر أداة للكتابة من القصب، حيث كان يؤتى من القصب من الخليج العربي وبأجود أنواع ذلك القصب، وكانت الأحبار توضع بالجانب بتسمى محبرة. كان سبق التاريخي والعلمي في صناعة أول قلم حبر لذلك العالم المميز وهو عباس بن فرناس، وكان قلم الحبر الذي صنعه عبارة عن اسطوانة متصلة بخزان صغير تدفق عبره الحبر إلى نهاية الاسطوانة المتصلة بحافة مدببة للكتابة. في عهد الفاطميين فكر الخليفة المعز لدين الله الفاطمي في صناعة قلم حبر جاف يمكن نقله من منطقة إلى أخرى وحفظه في الكم مثلا أو في الجيوب مثلا دون أن يترشح الحبر من آخره، وبالفعل قام العلماء بعد عدة أيام باختراع ذلك القلم. يمكنكم للتعرف على المزيد في التعليقات أدناه من طقس العرب. إلى اللقاء.